هات الكاميرا. جبتها. استني عامله لك مفاجأة. مش عارفة أنا بالنسبة لي حاجة حلوة قوي. رحت السوبر ماركت مش هتصدق لقيت إيه أول مرة. رحت أجيب باستة الطماطم اللي هي عجينة الطماطم بجيبها المنتج اليوناني يعني. ببص لقيت رحت أجيب شوية حاجات يعني رز وجبنة للتوست وعجينة طماطم. بجيب كيكنوس كالعادة أو بص لقيت حاجة جديدة اسمها ببص لقيت مكتوب من تحت بالعربي صلصة طماطم. بص بعدين بقلب كده مصري. لا والله العظيم ده في كريتيكوس. في كريتيكوس يعني وحطه مع يعني في رف مع المنتجات يعني. بص لقيته منتج مصري. انا افتكرت ترجمة. لا ده منتج مصري وجاي من مصر يعني. وبص التقفيلة. جماعة عايز اقول لكم ان كريتيكوس ده واحد من اشهر السوبر ماركتس الموجودة في اليونان. يعني عنده فروع كتير جدا يعني في سلامينا الوحدة الجزيرة احنا فيها برضو عنده فيها فروع. وخالتي اصلا بتشتغل في كريتيكوس. ايه اهو يعني عشان الناس هتفتكر ان احنا بنعمل اعلان. والله العظيم ولا يعرفونا ولا عارفهم. انا اصلا اول ما اعرف ان احنا عندنا البراند ده في مصر. اسمه ايه؟ باسكو صح؟ طب بص التقفيلة زيها يعني التقفيلة حاجة كويسة قوي. برافو حاجة جميلة. نشوف بص منتج فاخر على الاخر. استنى بس نوريهم برضو ايه شكله اهو. مش عارف طب ده موجود في مصر اصلا؟ مش يعني مش عارف ما اعرفش. احنا بقالنا كتير ما نزلناش. بس هو مكتوب فين؟ في صنع في مصر يا ماما. وريني اهو بلا فخر. والله العظيم الله اكبر. انا يعني مبسوطة قوي طبعا. بص ده بص برضو ويني. احنا هنطبخ دلوقتي ولا ايه؟ ما انا جرح. بص اهو سابع نشوف. بص يا جماعة نفس المنتج زي المنتج الاوروبي بجد والله. دي حاجة تفرحني يعني قوي يعني. بص التقفيلة الغطا نشوف برضو اللون الطماطم. طماطم حلوة قوي وريحته حلوة قوي على فكرة. كمان تعرفوا اللي ممكن في عيش مقرمش تحطه كده عليه بشوية زيت زيتون. حلو قوي بيبقى حاجة كويسة وللأنيميا بجد. هو ريحته حلو قوي. برافو لايقة مع التلاجة. برافو مصر يا رب. طب والله بجد مبسوطين والله يا رب. أم الدنيا كل الرفوف تبقى منتجات من مصر يعني. أنا مبسوطة قوي يا رب يا رب. ريحته حلوة. ما في طب في كريتيكوس عنده حاجات تانية مصري ولا هو ده اللي انت شفتيه؟ بص انا رحت في الرف اجيب رز بس وصلصة دلوقتي. لقيت ممكن يكون جاب حاجة تانية معرفش بس يعني لقيت ده اول مرة. تصدق اختي ما قالتليش لازم اتصل بيها. انتم جبتوا منتج مصري ما قلتيش او لسه جاي النهاردة معرفش. بس هو فعلا شكله حلو وريحته حلو. ايوه ولونه يعني اكيد. بص طالما اليونان جابته وتحط في رفوف مش هيحطوا اي حاجه هم يلا يعني. لان عشان حد يصدر من مصر لاوروبا بيبقى في بقى مواصفات كتيره جدا. فان هو ان هم اصلا يعرفوا يعني معناه ان هو منتج حلو قوي. معرفش هل المنتج ده موجود في مصر؟ حد استخدمه قبل كده؟ حد شافه قبل كده يقول لنا. انا بصراحه عمري ما شفت البراند ده. اسمه هو ده باسكو. انا مش عارف انتاج. بص هو صنع في مصر. انتاج ايه ده؟ انتاج شركة الصعيد لصناعة المركزات والعصائر المنطقة الصناعية المنيا الجديدة. ده اسمه باسكو. زي ما قلت معجون طماطم ثنائي التركيز. عايزين نشوف ممكن يكون بيعمل عصاير. تصدق ممكن ادور. هدخل على النت اشوف هم حاطين الويب سايت بتاعهم فندخل نشوف المنتجات التانية الموجودة هنا كده عشان نشجع يا جماعة. ايوه ام الدنيا مصر. جماعة احنا لو لقينا اي حاجة تانية برضو في السوبر ماركت مصري نبقى نجيبها ونجربها ونقول لكم. طبعا رأيك. انا هقول الجيران سيبكم راحوا جيبوا الصلصة دي. وعلى فكرة سعره ارخص صح من المنتجات. يعني السوبر ماركت كريتيكوس مثلا ده بيبقى عامل منتجات لنفسه يعني الشركات بتصنع له منتجات مخلوقة ايبيلوهي صح؟ ايبيلوهي ده جبته سعره ارخص من ايبيلوهي؟ 1 يورو 19 سنت. اوكي بيورو 19. مش مشكلة. طب ماما انت النهارده تعملي اكل ايه؟ عامله كذا حاجه يعني عامله كذا حاجه. عملت فراخ في الفرن وعملت صينيه بطاطس بالطريقه المصريه وعملت هعمل رز بالشعريه وملوخيه ان شاء الله ولوبيا باللحمه. ماشي يعني احنا قصدي هتجربي النهارده اللي هتحطي انا رحت عشان خلاص انا بحط صلصه طماطم عندي و
اوقات ياما بلون بالده، عشان كده رحت السوبر ماركت قلت اجيب رز بس وكده. ان شاء الله يا رب نشوف منتجات ياما من مصر. لما ما تحطه بقى نجرب بيه الاكل. اسلام اقرا كده ورا مكتوب صنع فين. هو مكتوب بالعربي هو باسكو اكيد دي مو مصر يعني. برافو عشان بنفسه بالكواليتي والسعر. اه واحد يقول 19 مع 100 بيقول دي احلى، واحد يقول 24. برافو والله برافو. بس انا انت انا عمري ما شفت هو بس هو في اتينا مليانه بس مش في السوبر ماركت المشهوره اللي هو الايه المحلات المصريه وبتاع. آه. طبعا كلها منتجات مصريه موجوده. بس كويس هنا اللي بقى فيه في السوبر ماركت. اه هو بص في المنيا. اه ببص مين اللي يعني مين اللي استوردها، هل الشركه نفسها اللي بتصدر ولا مثلا حد يوناني هو واخدها وكده يعني. بس شاطرين جدا ان هم قدروا يدخلوا سوبر ماركت قوي كده زي كريتيكوس. ايوه ما هو ده اللي بقوله. برافو. استنى اوريها لطاطا. وكريتيكوس عنده قوة في كل اليونان يعني. صلصة مصر. صلصة مصري؟ والله العظيم. شجع المنتج المصري. هما جايبها عارف منين؟ من كريتيكوس. بيصدروا. اه والله. شجعوا يا جدعان عشان الدولار يجي البلد. اليورو احنا يورو. اليورو ماشي اي حاجة. اهي اللوبيا. للغدا بتاع النهارده. ايوه استخدمت بقى الصلصه اللي انا لقيتها مصري في السوبر ماركت. والله طلعت جميله، طلعت جميله قوي. اللوبيا سمية جابتها من مصر وسبحان الله طلعت الصلصه من مصر كمان.